لكم مشاهدينا اجمل واحلى واغلى ترحيب نقول لكم من ديره الخير ديره الكويت ديره العطاء والخير من ابنائها الاوفياء ومن سلام يا كويت تحديدا نقدم لكم كل التحية في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي بمواضيع الجديدة والمفيدة بإذن الله على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات طبعا أنا أتكلم خلوني أقول باسم طاقم العمل والأفراد العاملين في برنامج سلام يا كويت بالفعل يعني يسعدنا لما نشوف تفاعل جميل وصدى وأثر كبير لما يكون من بعد مواضيع حلقاتنا أو التفاعل مع ضيوفنا. خلوني بس أذكركم مشاهدينا الأسبوع الفائت كنا في لقاء الحقيقة جدا متميز و يعني نقول ما هو شيء جديد على أهل الكويت. كنا مع لجنه تطوعيه شبابيه كويتيه لخدمه اهالي الدائره الثانيه. اللي يتذكر لما شفنا انجازاتهم ما شاء الله ومتابعتهم الحقيقه يعني ادوا ومن اجل تقديم الخدمات ومتابعتهم المستمره دائما بحيث أنه يشوفون شو اللي ناقص اهالي هذه المنطقه، شو اللي يبونه، شو اللي محتاج له على فكره يعني انتم شفتوا معي يعني ما في اي جهه تدعمهم. هي لجنه تطوعيه كويتيه يعني بس بغوا الخير لاهل هذا البلد وبصراحه احنا نقول يعني اليوم جدا سعداء ان نشوف ايضا يعني مداخله هاتفيه اصر ان يكون فيها معانا اللي هو طبعا ضيفنا الاسبوع الفائت عضو اللجنه الشبابيه التطوعيه بالدائره الثانيه الاستاذ عبد الله العنزي مخرجنا اذا جاهزه المداخله الهاتفيه حياك الله استاذ عبد الله الله يحييك يا هلا يا هلا اخت وداد و... يركز أشترك لك على, على الصوت انا مو سامعه انا اشوف الناس صوتي شكرا موصول للاخت المعده الاخت سلوى والقائمين على هذه القناه الكريمه قناه الكود الله يحييك استاذ عبد الله متعاون، تفاعلكم معنا وتواصلكم نعم وبس اذا تسمحين ترى الصوت اخت وداد ما هو واضح أه سامعني الحين استاذ عبد الله إيه الحين سامعني الحين طبعا نقول يعني ان شاء الله يكون في تباشير خير بعد لقاء الاسبوع الفائت فاحنا حسينا ان, إن انت من اصرارك على هذه المداخله في كلام حلو بتبشرنا فيه ان شاء الله تفضل اي والله بعد الشكر لكم والقائمين على هذه القناه وتفاعلنا مع مخاطباتنا واتصالاتنا السابقه وبعد اللقاء معكم الاسبوع السابق ولله الحمد الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة بالمدير العام وجميع المسؤولين توقع عقد لتحديث وتطوير وتجديد أرضية مراكز الشباب في الدائرة ومنها على وجه الخصوص مناطق ومراكز السليبخات والقادسية والفيحة هذا التحديث راح يكون في تبديل الأرضية إلى نجيل صناعي أو نير صناعي يعطيهم العافية الصراحة نعم نعم, نعم. هذا التوقيع تم قبل تقريبا اربع ايام اللي هو يوم الاربعاء السابق بعد مقابلته بيومين وطبعا بعد تواصلنا معهم وتفاعلنا معهم وعلى ان يستغرق هذا التنفيذ ان شاء الله ما يقارب ال 180 يوم من من تاريخ توقيع العقد التنفيذ ما يقارب ستة اشهر فكل الشكر لتفاعل الهيئه وتعاونهم وهذا يدل يعني يدل على الحرص المسؤولين في الهيئه وفي هذا الوطن على خدمه اهالي الدائره وهي المناطق وبالنهايه يصبوا الخدمه للوطن ككل. نعم، احنا طبعا نقول ما قصروا على هذا يعني التفاعل الايجابي السريع وايضا كل الشكر لمجهودكم ايضا استاذ عبد الله العنزي لان لو ما جهودكم هذه ولو ما يعني بسعيكم ما شاء الله عليكم وهذا التطوع وما فكرتوا نبي مقابل انما من اجل خدمه اهل هذا البلد وبالتاكيد نعم. راح يرجع لكم انتم بعد. طبعا شاكرين لك هذه المداخله واذا عندك شكر حق احد او اي كلمه اخيره حاب تضيفها شكر الامانه لكم انتم لتفاعلكم لان احنا ما هذا واجبنا استاذ عبد الله هذا شيء واجب علينا وكل الشكر ايضا لتفاعل جميع المسؤولين في جميع مؤسسات الدوله نعم. وعلى وجه الخصوص دام احنا تكلمنا في موضوع المراكز وارضيات الملعب على وجه الخصوص الهيئه العامه للشباب والرياضه و... نوجه لهم كل له. التحية ان شاء الله اي أيوة والله وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الف عافيه وان شاء الله موفقين يا رب. ونقول لكم مشاهدينا ايضا عندنا من ضمن الدعوات الجميله التي اتت الى برنامج سلام يا كويت ايضا عندنا الدعوه من فريق الطوارئ الطبيه التابعه لوزاره الصحه واللي كان عندهم مؤتمر صحفي. وذلك الاطلاع وسائل الاعلام على التوصيات التي سترفع بالتعاون ان شاء الله مع الجهات المشاركه والمعنيه بالكوارث والازمات لمجلس الوزراء الله لا يبلنا كوارث لانشاء طبعا جهاز دائم ومشترك لاداره الازمات بالكويت خلونا نشوف معاكم هذا التقرير وبعدين راح نرجع بمواضيع جدا مثيرة مفيدة معاكم لكن بعد هذا الفاصل <applause> الموارد اصلا موجوده الموارد البشريه والخبرات كل هذا موزع باجهزه الدوله ولكن الحل الوحيد هو انشاء هذا الجهاز عشان جميع اجهزه الدوله تخاطب بعض ولا يكون هناك في تكرار لان اذا مثلا جهاز يقدم آه التفاعل مع لا سمح الله حدث اشعاعي والثاني مع ناوي والثالث مع مثلا آه نوع من انواع مثلا انفلونزا الخنازير ولا شيء كل هذه الاجهزه تكون تحت منظومه واحده عشان لا يتم تكرار وهدر الاموال نحلم بإنشاء مركز لإدارة الكوارث بأن يكون دائم لتوحيد الجهود لتوحيد الخطط لتوحيد الاستجابة بشكل أفضل وسريع فان شاء الله ان شاء الله راح يرى النور ان شاء الله متمنين الاستعجال في انشاء هذا المركز الدائم المؤتمر كان على مدى ثلاثه ايام خلال فتره المؤتمر هذا اطلعنا على احدث الطرق والاساليب في التعامل مع حالات الكوارث واداره الازمات وايضا سبل الاتصال وطرق الاتصال في الطوارئ الطبيه اعجبت فعلا باستعداد الاجهزه الحكوميه لانشاء الجهاز الجديد لاداره الكوارث في الكويت وإن شاء الله يكون المثال لبقية دول الخليج ومهمتي طبعا في السعودية إن شاء الله أني أنقل الصورة هذه لأصحاب القرار في المملكة العربية السعودية وإن شاء الله بإذن الله تكون بداية خير ويرى النور الجهاز الجديد إن شاء الله بإذن الله <applause> مشاهدينا مجددا ومره ثانيه نعيد ونقول ان الحمد لله رب العالمين الكويت يعني ما تكف عن عطائها سواء كان يعني داخل الكويت او خارجها. طبعا انتم عارفين معي مشاهدينا الحمد لله عندنا الكثير من برات الخيريه في الكويت. منها مبره طبعا لاخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه وايضا مبرات خارجيه تساعد اخواننا في الخارج ايضا ابناء الكويت ولكن عندنا ايضا مبره جدا متميزه والتي تعنى بشؤون الاسره أه طبعا يسعدنا احنا نظهر هذا الدور ويسعدنا بالتاكيد ان نستضيف من يمثلها معانا الاستاذ محمد الحجي رئيس المبره الكويتيه للتنميه الاسريه حياك الله معانا الله استاذ محمد الله يخليك أه طبعا احنا كنا حابين اول شيء نبتدي بيعني التعرف على نبذه عن هذه المبره منذ تاسيسها ولكن اذا تسمح لي استاذ محمد احنا كنا قد تكلمنا عن طريقه تجهيزات لي يعني سبحان الله لو يعني حدث اي كارثه او شغله في الكويت تكون يعني مثل ما يقولون خبر الزلزال وهالامور اللي اصابتنا بالهلع فبصراحه يعني كان لزام علينا ان نطمن ان شاء الله نقول الساده المشاهدين ب الاتصال الهاتفي مع الخبير الفلكي عادل السعدون حتى نتطمن باذن الله. يعطيك العافيه استاذ عادل. حياكم الله يا هلا فيكم. طبعا استاذ عادل انت عارف يعني أمور الازمات الزلازل هذه تحدث يعني هذا شيء طبيعي ولا بد ان يحصل يعني ما بين فتره واخرى ولكن هذه المره يعني قد نكون يعني اصبنا بالهلع نوعا ما لان قالوا انه ممكن اثار الزلزال قد تصل الى الكويت ف يا ريت لو تعطينا الخبر الاكيد يعني من خلال دراستكم للامور هذه ما هي توقعاتك؟ اول شيء الخبر هذا ليس له اي اساس من الصحه نعم وفي ناس الحقيقة تحاول بس تخوف الناس نتيجه داخلهم مرض موجود وبالتالي يحاولون اشاعه الذعر في نفوس الاخرين والخليجيين بالذات يعني م. للاسف هذا مو صحيح وليس هناك اي واحد يتوقع انه راح يصير زلزال بقوه 10 ريختر اصلا تاريخ الارض كلها ما صار 10 تاريخ الارض كلها اكثر شيء وصل 9 ونص في تشيلي سنه 1960 فهذا اول شيء ثاني معلومه يقول وكاله المسح الجيولوجي الامريكيه اصلا وكاله ما تطلع تحذيرات كثير لان حتى الوكاله بكل اجهزتها ما تقدر تتنبا ان في زلزال راح يصير بعد حتى خمس دقائق. نعم. انا انفي هذا نفي قاطع نعم واطمئن الجميع اطمئن الجميع ان ان شاء الله يوم 25 راح يمر يوم سعيد وما في اي شيء وما ولا يخافون. است... نعم استاذ عادل يعني خلينا نقول ان المفروض ان يعني الناس تشوف الخبر من مصدر موثوق فيه او يعني تتابع من خلال مواقع لكم مثلا او اتصال هاتفي من غير ما ننشر هذه الاشاعات. وهاي للاسف يعني انا اقول احنا ناس الان يعني لا نستقل هذه التكنولوجيا نعم. الاستقلال الزين والامثل يعني قاعد نستغلها لاشاعه الخوف عند الناس ولاغراض غير صحيحه نعم. للاسف يعني. نعم. عنده الجهاز وكذا نعم. سواء يسمع هالرسالة يروح او مم. يشوفها ينقلها ايضا حتى نقلها مو صحيحه فما يجب تنقل شيء ما له اساس من الصحه نعم. طبعا الخبير و... الفلكي استاذ عادل السعدون انا شاكرت لك انه يعني طمنا الناس ان شاء الله نقول واهم شيء تكون متابعه مستمره من خلال قراءتنا لي يعني أخباركم او يعني متابعتكم لان انتم اللي تعطونا الخبر الاكيد ونقول يا رب الله يحفظ هالديره ان شاء الله واهلها من كل شر يعطيك العافيه شكرا لك ونرجع الى نقول التنميه الاسريه استاذ محمد بدايه اعطينا نبذه عن هذه المبره منذ تاسيسها تاسست المبره الكويتيه للتنميه الاسريه احساسا من المواطنين بمسؤوليتهم تجاه اسرهم نعم ولكثره المشاكل اللي احيانا نشوفها بين الازواج خاصه حديثي الزواج واجتمع مجموعه تقريبا عددهم 18 مؤسس لما فتح المجال طبعا كان في 2009 نعم وحطوا رؤيه ورساله واهداف في تقريبا في 2009 في نص 2009 واستمرت الاجراءات الروتينيه في وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل حتى اشرت بتاريخ 15/12/2010 وطبعا بدانا يعني ورشه العمل من خلال بعض المتخصصين اللي هم المؤسسين للمبرر حتى نختاروا الاسم بعنايه لوجود طبعا نقول المشاكل نعم توجد مشاكل لكن احنا كنا نشبهها بانك انت لا تروح حق المشكله لا حاول انك انت تبدا تحتوي المشكله وتبدا تنمي الجيل الصاعد اللي هم من الشباب المتزوجين حديثي الزواج وتعزز فيهم القيم الزواجيه من المحبه وكذلك الانصاف وتحمل المسؤوليه خاصه ان تعرفين الاسره الان مو مثل الاول كانت اول فيها استقرار اكثر كانت فيها تحمل مسؤوليه الزوج والزوج يتحملون المسؤوليه كانت فيها مثل ما نقول يعني فيها نوع من القداسه ان يعني صح التعبير الزوجه والزوج ايضا الموروث من خلال الاباء والاجداد اللي عززوا في ابنائهم قديما يعني بدا يضعف وينضب شيئا فشيئا حتى مثل ما انا ذكرت في رسالتي العلميه ان اصبحت المؤسسات الاهليه أخذت المبادرة كما يقال من الأجداد والأباء لتكون في قالبها المؤسسي اللي الآن انتشر بشكل كبير في الكويت حتى في الخليج ما يسمى بالدورات وورش العمل والملتقيات يعني أستاذ محمد هذا هو الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجل مبادرات. نعم صحيح. صحيح نعم يعني بسبب, متعلق بسبب المؤشرات وجود المؤشرات. نعم نعم. والظواهر السلبية في المجتمع الكويتي والخليجي بشكل عام هذه إحدى إفرازات العولمة هذا شيء طبيعي يعني. يعني, لماذا الأسرة بالتحديد؟ نواة المجتمع وهي نعم. أساس آه الوجود كما يقال نعم. فبالتالي آه استقرار الأسرة آه نقول نجاح الأسرة من خلال العلاقات الاجتماعية هي علاقات بين الزوج وزوجته والأبناء نعم. هذه إذا كانت العلاقة متينة وقوية يسودها الاحترام أه الحدود كل يعرف حدوده نعم. من, بي من بالنسبه للاخوه والاخوات أه بالنسبه لعلاقه علاقه الابناء بالاباء اذا كل عرف دوره بشكل واعي وراقي مثقف نعم. أه ايضا من خلال ما يسمى بالقيم الدينيه التي غرست او مو شرط نقول وان كانت هي اساس لكن احساس بان مصيره يتعلق بهذه الاسره ونجاحها يشرف الاسره ويشرف العائله يشرف المجتمع يعني ككل قاعدين تحاولون انه او تطمحون هذه القيم هذا هذ نعم. المفهوم جميل. نحاول ان نعززه نعم. نعززه بحيث انه يكون ظاهره مثل ما احنا عندنا الان ظواهر سلبيه م. نريد ان نعزز بعض القيم بعض القيم والله لو, لو يعني انتشرت ظاهره من مظاهر الان نقدر نقول هي سلبيه الان عدم تحمل المسؤوليه وضعف تحمل الابناء والازواج لمسؤولياتهم، هذه القيمه لو ان احنا فعلناها واصبحت ظاهره في امور كثيره تنعكس عليها ايجابا في المجتمع. جنب. اذا معنات كلامك يعني استاذ محمد بان المبره يعني الان خليته أن يقع على كاهلكم بالفعل عبء كبير مساله ان انتم تعيدون أي. تقريبا تعزيز هذه القيم آه خلينا نقول ما نبي نقول استردادها، الحمد لله ما زالت موجوده ولكن ممكن التذكير فيها، يعني في ذك... ان الذكره تنفع المؤمنين صحيح. ولكن انا يعني ما زلت في فكره المبرة، بعدين ان شاء الله نروح بالتفصيل جاي. على الاهداف وطريقه تطبيقكم لها. المبرة ما واجهتوا فيها صعوبه في طريقه اشهارها مثلا؟ نعم. طريقه الدعم يا ريت لو نعم. تعطينا نبذه عن هذا الموضوع. امن فعن طريق اشارة فاكيد مرينا بصعوبات بل وتحديات. <applause> إلى أن يعني وصلنا لمرحلة أن خلاص راح ننسى الموضوع هذا ولا يمكن أبداً نفكر في موضوع مثل لأن في بعض السلبيات اللي تمارسها بعض المبرات انعكست أثناء يعني وصولنا إلى محاولة لإشهارها بالطرق الروتينية المعتادة فبالتالي توقفت كثير هي أساساً إشهار المبرة المبرة عبارة عن آه عمل آه مصغر لمجموعة من الأنشطة آه أيا كانت خلينا نقول مثلا تنمية أسرية أنشطة أسرية تربوية اجتماعية آه يعني فترة الشهر لا تأخذ بالكثير شهر غير الجمعية لأن عدد أفرادها آه أقل ما يكون عشرة وأما الزيادة فهي تصل إلى يعني 15 18 بس مو مثل الجمعيه وحتى ادارتها ويعني اجتماعاتها مختلفه تماما يعني هي عباره عن لجنه او حتى ان في هناك بعض المبرات حق عوائل فهي مصغره بالتالي ما تاخذ الفتره اللي احنا خذيناها سنه ونص تقريبا لوجود بعض الممارسات الخاطئه عند بعض المبرات وهذا انا يعني ما يعني اذمه بالنسبه لي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا هذا حرص حرص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعني هل في شروط مثلا طبعا في شروط شروطها يعني ليست بالسهل على سبيل المثال الميزانية ميزانية المبرة أي مبرة تريد أن تنشر لابد تحطين في أي بنك 50 ألف دينار نعم جدية في هذا الموضوع بحيث أنك أنت تصرفين من هذا المبلغ على المشاريع والأنشطة وفي مؤسسات أخرى مثلا جهات معينة ممكن يعني تتعاون معاكم طبعا بعد الاشهر نعم تواجه ايضا مرحله صعبه اخرى نعم. وهي كيفيه التواصل مع المؤسسات ذات العلاقه يعني ذات العلاقه التي تهتم بهذا النشاط نشاط الاسره طبعا حاولنا اولا مع رجال الاعمال نشرح لهم الفكره ونعرض عليهم فكره الاسره وانشطتها الكثيره انشطه الاسره ترى كثيره جدا وخاصه الدائره تكون اكبر على آه المراه الزوجه او البنت نعم لان هم اللي بصراحه آه عليهم آه التركيز في الانشطه لتفاعلهم واهتمامهم وحرصهم حقيقه نعم امهاتنا حتى الجدات يعني كانت المرحله الاولى عندنا في مجلس الاداره آه تقريبا 90% من الرجال الان 90% بالمئة يعني من الرجل النساء الرجل في اغلب الاحيان مشغول للاسف يعني للاسف نعم. ما في الجديه ما عنده وقت انه مثلا او نعم ولذلك انا سعد جدا جدا بان يكون مجلس الاداره يعني اغلبهم او كلهم الا انا يعني من من امهاتنا وجداتنا بعد يعني نعم. حقيقه انا اتشرف بالعمل مع اخواتنا لاني انا شفت جديه شفت انتاجيه شفت حرص شفت يعني الى حد ما نقدر نقول نقله نوعيه في عملنا الاسري لا تنسين ان المراه او الزوجه هي الملكه في بيتها بالتالي هي اقدر على الاداره من حيث هذا الجانب طبعا احنا لا نغفل تعاوننا مع جامعه الكويت امانه وشكري للاستاذ الدكتوره بدريه العمادي رئيسه مركز التنميه مركز الاستشارات النفسيه والاجتماعيه في جامعه الكويت في كليه العلوم الاجتماعيه. نعم. فكان في تعاون طبعا احنا تعاوننا مع جامعه الكويت يمكن ايضا حتى كليه دعمنا في فتره من الفترات كليه الحقوق في بعض انشطتها كون ان الطالب او الشاب هو احد يعني فئات هذه الاسره. جميل احنا طبعا حابين نتعرف على انشطه طبعا هذه المبره الكويتيه للتنميه الاسريه. حابين نتعرف اكثر بالتفصيل معك استاذ محمد ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا مشاهدينا رجعنا معكم سادتنا ومشاهدينا مع الاستاذ محمد الحجي رئيس المبرة الكويتية للتنمية الاسرية. كنا قد توقفنا عن يعني طريقة انشطتكم مهامكم استاذ محمد. شنو الانشطة اللي تقدمونها في هذه المبرة؟ الحين في الفترة هذه دائما تركيز شغلنا في الانشطة، الانشطة م. وطبعا دائما على المدارس يتفاعلوا معنا اكثر. كانت في المرحلة الاولى احنا نروح حق المدارس انا والله. افضل يعني مع هيئه مثلا تعليميه اداريه ولا الطالبات؟ في البدايه كنا كنا احنا نروح حق بعض المدارس مثلا على سبيل المثال محافظه حولي نعم كان كان اتصال من عندنا او اتصالين وبعدين لاحظنا بعض المدرسات شاركت معنا في بعض الانشطه الانشطه كثيره بصراحه اكثرها ندوات محاضرات ورش عمل نعم فبدانا نعرف وخاصة في الثانويات الثانويات والمتوسطة المتوسطة الثانوية بنات. توجهون للطالبات فئة الطالبات. بالضبط بالضبط <applause> وايضا المحار... اللي يحضرون يعني من دكاترة جامعة الكويت المعهد التطبيقي يعني كان لنا صراحة الشرف ان احنا نتعرف على مجموعة انا اعرف بعض اصدقائنا في كلية التربية فهو ما شاء الله عرفنا على مجموعة من الدكاترة وبداوا يعني يكتبون مقالات عن طريق يعني المبرة يعني أشكر جريدة الوطن صراحة أعطتنا زاوية أسبوعية نكتب فيها فأنا ما حبيت أحكر أو أختزل الموضوع بشخصي أنا أنا أكتب يعني بس بالشهر مرة فحاولت أني أشرك قاعدة كبيرة فمثلا فتحنا مع بعض الخوات اللي شاركوا في بعض المقالات مثل الدكتورة هي الحليبي الآن الدكتورة راح تشارك معانا مزن العازمي وإقبال المطوع فاقصد ان في مشاركات من جنب. اكاديميين في المدارس اتوقع وبعد وبعد لل... انت ايضا احضرت معك صور حتى نعم. نشوفها ان شاء الله مع الساده المشاهدين وجهز الصور بخرجنا على ما تجهز نعم, نعم. يا ريت لنا ايضا هذه بالنسبه, بالنسبة للانشطه فيها؟ توعوية دائما تركز على المشاكل اللي ت... اللي تهم البنت نعم. من سواء ما يسمى بالتنمر حاضر فيها اذكر الدكتور يوسف الحميدي كان متالق في المحاضره هذه نعم وتفاعلوا معاه التنمر طبعا يعني اللي هو مثل ما تقولين عصيان تمرد البنت نعم الشاب او الفتاه الطالبه ويعني تحرش برفيجاتها بالمدرسات او تطاول المعلمات فوايد تفاعلوا وتفاعل كبير ثانية السالميه بنات ثانوية البنات صراحة جدا عندهم فعاليات رائعة جدا يعني وتفاعل حتى ساعات شو يسوون؟ يعني ينادون صراحة يصير في تفاعل حتى من المدارس نعم. اللي في يعني في منطقة السالميه او المناطق اللي حوالينها فيصير في من نوع من الحضور الطيب جدا يعني وانا بدوري واشكركم طبعا لحضوركم ايضا كان لكم لقاء او تصوير في ثانوية السالميه بنات وكانت ايضا حضرت بعض القنوات وسجلوا نعم. وكذلك طبعا المرحله المتوسطه ايضا شاركنا في في بعض ورش العمل اذا يكون امسيات سوينا نعم. بعض الامسيات في نعم. عن يعني اختيار الاخوات نعم. عنوان الامسيه انت أحل والله نسيته حقيقه. يعني يمكن تختارون عنوان جاذب نوعا نوع إيه ما. نعم وبخلاف بخلاف مفهوم المرأه أو الأم نعم او الزوجه يعني. نعم. طيب التوجه فبالتالي يعني نعم في تفاعل وايضا بدأنا نكسب يعني انا أبي توجه استاذ محمد يعني في الغالب او انتم شعرتوا بانه يبي له تركيز اكثر، هل المدارس بما انه أهما. يعني توهم في مقتبل العمر وقاعد تحاطون مستقبلهم ولا تركيزكم على الاسره نفسها اللي داخل البيت أم ولازم أم. يكون عندنا نوع من التركيز في العمل وهذا التركيز في العمل نبدا نقسم الاسره في نشاطنا في عملنا الى شرائح فبالتالي راح نكون نخطو خطوات ثابته نعم. فمثلا المدارس مهمة جدا، ليش ان خاصة وليش بالثانوية الذات وليش يعني مدارس البنات يعني اكثر يمكن لقاءاتنا او الندوات او المحاضرات دائما والاخوات حتى انه الاخوة اللي معي يسالون ايش معنى البنات والثانوية؟ قلت لهم لان اساسا انا عندي مشروع مركز التوعية الاسرية لحديثي الزواج. طبعا الفترة العمرية في المرحلة الثانوية تقريبا اظن 15 او 16 الى 18 او 17 <applause> تقريبا هذه مرحلة خطرة جدا تحتاج الى عناية تحتاج الى اهتمام خاصة ان انا لما انتقي حتى المواضيع ودائما احرص على المحاضرين لا تجيب المحاضرة يعني جامدة تقليدية ابي البنات نعم. تعتبرهم بناتك ويتفاعلون معاك اكيد والله انا وافقك الراي استاذ محمد لكن يعني يا ريت لو تقول ايضا تركز على ثانويه البنين لان البني؟ <applause> يعني ترى هن نسمع ونشوف مشاكل قاعده تحصل شحر. في ثانويه البنين يولا. من تطاول على معلمين الحقيقه للاسف للاسف و... قولتك نعم؟ لمن يقبل على الزواج ما يكون شاب يعني هل عارف شنو مسؤولياته؟ هذه صارت جمعيه نعم اذا بناسس نخليها جمعيه التنميه الاسريه نطالبكم أفت... صراحه لا تنسون والله البنين ايضا والله يعني هذا مثل ما تقول جهد نعم. يعني محدود لان قلنا احنا المبرى نعم. جهدها محدود بافراد نعم أحنا... انا احنا ما اقول نعم. يعني افتح الباب وانادي قناتكم الطيبه يعني يلا احنا ابوابنا مفتوحه حق المتخصصين الاكاديميين نعم. والمتطوعين ونرتب شغلنا وندش على المدارس البنين ويعني <سؤال> نعم شيء اكيد طبعا يعني دوركم معروف وجميل ونقل الى جانب هذا الدور ايضا يعني استاذ محمد عندنا مداخله من الاخت اسماء الخراز وهي احد مؤسسي مركز للفتيات والامهات حياك الله معنا اخت اسماء الله يحييك حياك الله حياة الله في سلام يا <كويه>. طبعا <عليح> يعني موضوع بصراحه يعني يكفي انه متعلق فينا كامهات او يعني كاباء وابناء في المستقبل يعني هذا شيء بالتاكيد ياثر حتى على دوله باكملها. ف يا ريت اخت اسماء تقولي لنا يعني المركز هذا بشكل عام كيف يخدم الامهات والفتيات؟ اي بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله سيدنا محمد. المركز احنا اول شيء من نظرتنا للمجتمع حاليا دخلت على على المجتمع التكنولوجيا، دخلت عليه مفاهيم كثيره، دخلت عليه غير عندنا بعض انا اقول بعض القناعات دخلت يعني في بعض القناعات عند البنات ما هي قناعات محموده لكن هم يعتقدون انها قناعات صحيحه عرفتي شلون اي يعني مثلا مثلا عندنا في بعض الامور تتحلى فيها البنت من من الحياء والخ... يعني عرفتي شلون تشوفينها تتصرف امور هي اصبح مجتمعنا وأنها الجراه نعم احنا على ايام جدتي نسميها يرع صحيح عرفتي صح اي فاليرعى مختلفه عن الجراه الجراه تحمل المسؤوليه مم. الاعتراف بالخطا تعرف ابعاد فعلها اليرعى اليرع منطلقه مم. مع بدون حدود يعني مم. هذه المصطلحات اللي احنا مركزنا شنو الهدف منها او شنو رؤيه المركز مم. المركز له هدف ورؤيه ان البنت هذه تعرف مفاهيم مجتمعها اللي لا يخرج عن تعاليم دينها ان احنا نبي نربط نربط من القناعات الخاطئه اللي عند البنات ان يدتي ما تفهم يدتي جيلها غير عن جيلنا امي بعيده الام ما هي سرها ما هي ما هي رفيجتها رفيجتها اسرارها عند رفيجتها مو عنده ميمتها يعني ممكن المشكله في الام يعني استاذه اسماء يمكن مشكله في الام ان هي التي تضع الحاجز بينها وبين بنتها ما تعتقدين يعني؟ لا لا طرف الاساس القاعده هي الأميمة اكيد مم. هي الام الحين احنا هذه القناعات علشان احنا نهيئ للمجتمع مم. نهيئ البنت ال ال ذ ذات ال الوعي العالي مم. اللي, اللي تاخذ خير ما في تراثها وتضيفه على الحداثه في في وتطلع مم. بقيمه تحتاج صحيح. تحتاج من المركز يتواصل مع الام هذا لازم ضروري ما نقدر نشتغل على البنت والام بوادي ثاني احنا أي... حلقتين قاعدين نربطهم مع بعض شلون شلون تقدرون تقنعونهم يعني في مثل ما ذكرتي استاذه اسماء في عصر اصبحنا عصر عولمه عصر تاثر في البيئه الخارجيه غير البيت على قولتهم لما نقول احنا صاحب ساحب يعني هم مهما لو ربيتي وتعبتي في مؤثرات ممكن تاثر فأنتوا شلون بدوركم تقدرون تقنعون الفتيات بيعني بي طريقة المسلك أو الصواب في مثلا أخلاقياتها أو سلوكها شلون تقنعونهم أول شيء إحنا نعتمد على قواعد نرى أن هي مهمة جدا في التعامل معهم أول شيء الانتقاد هذا ما هو موجود في تعاملنا معهم ما في هذا الجيل ما يحب الهجوم ما يحب تنتقده انت فعلا انت تركته اي وحده الشغله الثانيه الشغله المباشره ما تنفع مباشره سو حط ما احنا لنا طرق الحين قاعدين يعني لنا دورات تدخل فيها المرح يدخل فيها طريقه حديثه تدخل فيها الرحلات تدخل فيها الصحبه اول شغله انا احتاجها اني انا اعطيها الامان من اتجاهي انا حلو يعني نفسية حلو لازم تأمن لي لازم تأمن نعم. لي لازم تثق لازم نعم. تتعلق أول بداياتنا نبي نوصل حق هذه البنت لما أتي عندنا في المركز وتشوف الأنشطة طريق غير مباشر هذه الأنشطة أو هذه الفعاليات هذه بعيدة عن التوجيه المباشر بعيدة عن الانتقاد أنا شنو أبيها كخطوة أولها أولى إنها لما تطلع من المركز اليوم تقول متى متى الموعد الجاي يعني تعال خد تعلق عندي في المركز، نعم. تتعلق فيه، تتعلق نعم. في صحبتي في يجب ان يكون التواصل والانشطه نعم. حديثه. بصراحه نقول يعني ما فائده. يعني بالتاكيد آه. استاذه اسماء هذا مجهود تشكرون عليه ويعني انا كافي اني قاعده اشوف من صوتك ما شاء الله يعني مبينة انت فعلا مجتهده وحريصه على هذا الامر تحققينه. شلون ترتقين بمستوى نقول بناتنا ان شاء الله يعطيكم العافيه وشكرا لاتصالك طبعا ارجع معك استاذ محمد يعني الحمد لله شفنا يعني سواء يعني ما شاء الله تتمة لكلام الاستاذه اسماء نعم يعني ما شاء الله نفس الهدف اقول في, في المركز يعني نفسه طبعا انا ام ناصر الاهل معانا عضو مجلس اداره نعم يعني فكانت خاصه في مركزهم لما بداوا ينفذون قلت لهم ها شو اللي صار؟ يعني صراحه هذا واقع يعني يوم البنات مم. اللي عليهم عمرهم 14 15 نعم لان هو المركز قسمناه على يعني مراحل عمريه نحن. من وتبدا من سبع الى 18 سنه فبعد ما جهزنا المركز في مقر المبره في منطقه صباح السالم وجدت رده الفعل الاهل ومناصر تقول لي يبون متى يردون؟ والحمد لله شافوا اثر يعني مع ان العدد كان بشوي. محدود، العدد كان 15. مم. بس كتجربه نوعيه صراحه نعم. وكله مثل ما قالت الاستاذه اسماء الخراز انه غير مباشر نعم والعاب وكذا وفيها وقي... اشياء وايد يعني مع نعم. ما كلفتنا وايد ولكن مثل ما تفضلنا تف... تفضلت أن الطريقه غير مباشره في التربيه نعم. آه وايد مؤثره ووايد تاتي بثمار سريعه. لكن يبي جانب توعوي يبي ايضا اذا انت تبين ايضا تكبرين من القاعده ايضا لازم تزيدين من مساحه الجهد والاستاف والميزانيه صحيح. الى اخره لأن احيانا لما نشوف طريقه تربيه مثل الاب او الام من زود حرصهم استاذ محمد الشده او الصرامه هو باعتقاده بأن بهالطريقه هذه بيادب عياله او بيسنعهم مطلوبه بس مثل مثل الردوه يعني ولكن بشكل ولكن بحدود 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 نعم. والا ما يعني تكون بقسوه او بعنف في, في جيل مم. يعني في الجيل هذا بصراحه نعم. نعم. ما ينفع الا الاحتواء من خلال يسمونه منهجيه الحب، الحب مم. بالنسبه للولد نعم للابن او حتى يعني في موقف صغير صار يعني صراحه قبل الاستديو بنتي الكبيرة يبغى تعرف مناجر فما ادري كان اطق ولدي ناصر الصغير عمره تس تسع سنوات انا ما يعني ردة فعل فعل ردة فعل انا كان أخذ كذي قلت خلنا طقتها على كتفه قعدت يعني احاول يعني أتغشمر معاه وكذي لقيته يتجاوب معاي لقيته يتاسف من اخته الطريقة هذه حقيقة يعني احنا محتاجينها ومحتاجين احنا ايضا كوننا حتى في في العمل هذا احنا محتاجين ايضا نعم. كون احنا نؤثر ونتاثر نعم اه كنا قد تحدثنا عن يعني صور ان شاء الله راح نعرضها اه نبي تعليقك عليها من احدى طبعا انشطه المبره نشوف الصور اه نبي تعليقك استاذ محمد هذول الكويتية للمرشدات طلبت منا اه برعايه اه الاستاذ الموجهه العامه اي يعني مرحله استاذ محمد؟ هذه مرحلة المت... المتوسطه او الثانويه المتوسطه او المتوسطه او الثانويه المتوسطة عمرها متوسطه تقريبا نعم في آه المتوسطه المر... اللي هي اعتقد رابع متوسط نعم ما آه ادري شو يقولون له في هذه ثانويه السالميه ثانويه هذا كله طبعا ورش بنات. عمل او محاضرات آه نعم. كانت تلقى آه السالميه بنات آه ورشه ورشه عمل كانت فيها اظن الدكتوره اقبال مطوع وكان يعني فيه تفاعل وايد وايد مميز. وايضا الاسئله يعني بعد المحاضره وايد تي اسئله من م. البنات. نعم. وخاصه الدكتوره اقبال مطوع تقول لي هذه طبعا الدكتوره ريهام الحميان في الابتدائيه في منطقه القرين مدرسه بدريه العتيقي وكانت الفعاليه بعنوان حجابي تاجي حجابي تاجي حاولت تعزز فيهم يعني قيمه الحجاب والستر مم. لانها طبعا من تعاليم ديننا الحنيف نعم وكيف تقام هذه الدورات بس كانت دكتورة ريهام في هذه مم. قمه مم. لان انا حضرتها وكانت ما شاء الله عليها انا قلت يعني شلون تتعامل الدكتوره ما شاء الله مم. عليها مم. هذه الصوره تعليقات استاذ محمد هذه رحله انا وام ناصر الى لندن <applause> طبعا هذه الرحله مناسبتها ان نحاول مو المبر عشان المشؤون قاعد يناشبوننا لا هذه منظمه احنا اسسناها حاولنا ننقل تجربتنا الايجابيه في في الكويت خارج الكويت في في بريطانيا عن طريق مؤسسه بالتعاون <applause> مع مؤسسه بريطانيه وزرنا هذه الجمعيه الجمعيه جمعيه المراه الافريقيه في احدى يعني مناطق في لندن ضواحي لندن يعني وايضا رحنا زرنا المركز العربي الثقافي وايد تفاعلوا عن الاسره من الاسره تدرين ان الحكومه البريطانيه سنويا تنفق 44 مليار جنيه استرليني على مشاكل الاسره، مشاكل الاسره والعنف تقريب هذا تقريبا بي, يعني بي بي سي يعتبر تنميه بشريه ايضا يعني إيه يعني. فبالتالي الاسره م -م. يعني الدول الراقيه الدول نعم. الاوروبيه قاعد تنفق المليارات احنا يعني محتاجين يعني بذل المزيد نعم طيب الصوره نعم. الاخيره كانت زياره وديه نعم. مع نعم. العم وسامي يوسف الحسينان نعم. مختار الخالديه نعم. آه طبعا كوالد لنا وعرضنا عليه يعني اهداف المضره وإنشطتها وايد يعني شكر في الانشطه وايد يعني يعني اخذنا من نصائح يعني ما شاء الله نقول انشطه تاي. كثيره ومتنوعه من قبلكم استاذ محمد ونرجع مره ثانيه ل يعني تفاعلكم مع الاسره الكويتيه بالذات شلون خضت التجربه يعني تقريبا هل اكتشفته بان الموضوع يجب ان يركز على الاباء والامهات في حل مشاكلهم مثلا ام رحت صوب الابناء والله شوفي أه بشكل عام أه لقينا مثل ما تقول لوم من الأسر الكويتية طبعا أنا أقول كما كمؤسسة صغيرة في منطقة مثل ما تقولين الترمومتر تحطينه في هذه المنطقة وتشوفين مدى التفاعل لا أنتم شغلكم يعني لازم تكبرونه لازم يكون لكم مثلا نادي أكبر أو مساحة أكبر. نبي عدد أكبر نبي استضافة أكبر وإحنا نعتذر لهم يقولون يعني إحنا وفق الامكانيات المحدوده احنا نقول لكم يعني تحاولون ودنا يعني. ونحاول طبعا وتكون الاعداد اللي احنا نستضيفها في مقر المبره هل انت شايف انه مؤسسات حكوميه من او من بناتهم يعني. في مؤسسات حكوميه ممكن احنا نعم نضع نتواصل عليها اليوم انه قاعده تتعاون معاكم في هذا المجال مثلا؟ لا والله بالعكس والله مم. يا امانه أنا اشكر يعني نعم. آه الامانه العامه للاوقاف وتفاعلها معانا ويعني رعايتها لبعض الانشطه ويمكن اخرها الملتقى طبعا الملتقى الاول ملتقى خبرتي الاول للمتقاعدين كون ان المتقاعد احد شرائح الاسره وهذا كان على مدى ثلاثة ايام في شهر اربعه سبعه و وتسعه الشهر هذا وكانت يعني كانت في تفاعل كبير واكثره من النساء ثلاث من النساء المتقاعدات في بعضهم لا والله 100 <applause> وكفاءات وكانت مفاجاه طيبه حتى من الرجال يعني وجدنا بعضهم مخترعين من كبار السن المتقاعدين بعضهم كان متقاعد من معهد الابحاث المعهد العلمي للابحاث وكان عنده مشروع صراحه قومي فقال لي حتى ان أرجو ما تظهر في الاعلام محتاج الى دعم وميزانيه و يعني تجدين يعني تفاعل من الجمهور اي فعاليه بس اهم شيء عليك انك انت آه تتقنين آه ادارتها وتحسنين ايضا مساله آه الاتقان هذه يعني استاذ محمد مثل ما ذكرت الاخت اسماء الخراز احنا عايشين في عصر يعني صعب نوعا ما اصبحت التكنولوجيا والاجهزه الذكيه وايد ترى على فكره ماخذه ما عيالنا من عالم الاسره من عالم العلاقات الاسريه صحيح ف يكون سعيكم في هذا المجال أن تساهمون في على قولتهم يعني إعادة التوحد الأسري نستثمرها الاستثمار المبدع ما أقول الاستثمار الكلمة الطبيعية نستثمرها استثمار الجيد لا إحنا نقول نستثمرها استثمار المبدع بحيث أني أنا وأنا موجود يعني حتى وهذه تصيري معانا أنا مثلا قاعد مثلا في في الصالة ولا في في بيتي مع عيالي أكون أنا كلنا يعني هذه هذه حالة ما أقول يعني سلبية ايجابية عاد حتى نحن في الجانب هذا وفي المجال هذا. يعني نتابع الاخبار في تويتر خاصة تويتر عند الكويتيين يعني شيء غير طبيعي. فجأة وانا بالصالة بنتي تدز يعني آه مثلا في الواتساب شيء حلو يونس الاهل في تفاعل نعم ولذلك احنا سوينا آه بعض الدورات آه بعنوان اسرة نت، اسرة نت يعني وانت في بيتك يعني مرتبط باسرتك عبر الانترنت. يعني خلي ياثر باثر ايجابي باثر مو سلبي. ايجابي وتفاعل نعم. وضحك انزين انزين ليش ما تتفاعلون صارت تقليديه نبي يعني شكل اخر. يعني ليش اكلمك انا يوبا مباشره؟ اكلمك بالرساله. ونفخ. وصارت يعني. وهذه تصير يعني شلونك يبا؟ اه شلونك حبيبتي؟ زين ايش دعوه كذي وسا... من صوتك لا تسمع صوتك ولا تسمع صوت <applause> <applause> وسا... هذه مشكله. وساعة <applause> شوفي يعني هذه الحركات ساعات ذكاء من بعض يصير مشاركه فيها ما بين الاباء وامهات وبنات يبا يعني نعم. دزت رساله يبا شلونك؟ اه سكر اه حبيبتي ايش فيعني <applause> في يصير نوع من الغشمره فوايد هذه الايجابيه نعم. تس استثمار في يعني طيب العلاقة نقول إذا الحميميه نعم في الأسرة إذا الاسره هذه نقول في هذا يعني المجال اذا حاب تضيف يعني بكلمه اخيره نقول يعني قد تساند عملكم من برا توجه حق الاسر الكويتيه انا طبعا رسالتي الى الاسره الكويتيه من حيث بشكل عام طبعا اذا قلنا نعم بشكل عام فعليكم بان تهتموا اكثر اذا قلنا عن الاباء والامهات بابنائكم وبناتكم فهم ثمره قلوبكم وهي فلذات فلذة الكبد التي لا يمكن أبدا أي واحد أن يتخلى عنها فبالتالي لابد أنك أنت تعطي من وقتك قدر المستطاع وإن كانت هناك بعض المشاغل وكثير من الأخوة حتى إحنا ساعات يعني نشغل عن بناتنا من خلال الأنشطة اللي يعني تقصير أبدا والله ما أقول أنا يعني إمي بالإمية وإني أنا كنت في التنمية الأسرية ولكن أبدا والله نتفاعل نعم. مع بناتنا حتى واحنا خارج بيوتنا بفضل يعني الاجهزه الالكترونيه الجيده استثمرنا استثمار الجيد بالنسبه رسالتي لابنائي عيالي انا لابد يكون هناك تفاعل ايجابي سلبي مثل ما قالت الدكتوره استاذه اسماء الخراز ان احنا يعني نحاول نتحمل بعضنا بعض هذه الرساله للكل لابد في الاسره ان يعتريها يعني بعض التشاحن هذا يزعل من هذا نعم. الزوجه تزعل من زوجها بس في ظل يعني حيز مقبول نعم وهذا وهذا الطبيعي وما زاد عن ذلك فهذا احنا اننا نرفض المجتمع الكويتي رفض المجتمع الكويتي يرفض العنف بشك سواء في الاسره او خارج الاسره مثل ما، مثل شعار يعني برنامجكم الطيب نقول ان شاء الله دائما يعني ظرف ويعدي طب طبيعي دائما ان شاء الله تسود يعني بشكل عام الامور رؤيتنا نعم. رسالتنا نعم. في المبره نشر المحبه والسلام نعم اذا ما ركزنا على القيمه القيمتين هذه المحبه والسلام ابدا لا يمكن ان ننتج لا يمكن ان نبدع لا صحيح. يمكن ان نعطي لأسرنا آخر. او حتى لبلدنا الحقيقه يعطيك يعني العافيه استاذ محمد طبعا هذا التذكير وهذه النصيحه الجميله منك وان شاء الله نقول موفقين في هذه المباراه الله. الله يسلمكم يعني الله يسلم. انا اشكر القناه الطيبه على هذه الاستضافه حياك الله. إذا مشاهدينا باسمكم نشكر الاستاذ محمد الحجي رئيس المبارة الكويتيه للتنميه الاسريه، ونقول لكم خلكم معانا ايضا مع موضوع اخر يهم الكثيرين منا في عصر المعلوماتيه، عصر الانترنت وعصر التكنولوجيا ما نستغنى عنه ايضا، مع ضيف عزيز طبعا راح يفيدنا في كثير من هذه المواضيع ولكن بعد هذا الفاصل، خلكم معنا يعني. حياكم الله مشاهدينا وطبعا بما ان في عصر معلوماتيه دائما نتشوق الى معرفه الجديد في هذا المجال والحمد لله ان ديرتنا الكويت يعني دائما مواكبه لهذا التطور والحمد لله نقول ان ما سبقونا الغرب في هذا المجال يعني ما شاء الله شايفين يعني اول بول كل ما طلع لنا جهاز ذكي كل ما صارت مواقع متطوره الحمد لله يعني شباب الكويت على طول يعني في تواصل مستمر في التعرف على هذه الامور ودائما يعني يكونون على علم فيها ودرايه وبالاخص انا قاعدين نشوفها ايضا يعني ميزتها ان ايضا تخلط في النظام التعليمي عندنا في الكويت طبعا في هذا المجال نقول لكم رحبوا معنا بالمهندس حسن الحمادي هو عضو اللجنه المنظمه لجائزه سمو الشيخ سالم العلي المعلوماتيه حياك الله معنا الله طبعا مهندس حسن يعني شيء جميل لما نشوف ان اصبح هناك نوع من التنافس في هذا المجال وايضا جائزه من سمو الشيخ سالم العلي في هذا المجال فحابين نعرف الساده المشاهدين نبذة عن هذه الجائزه وشنو اهدافها بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم الجائزه بدات من 2001 وكان اسمها مسابقه الشيخ سالم العلي للانترنت وكانت تعنى بس في المجال الافراد فقط والمواقع اللي كانت على ايامها يعني كانت يعني كانت تواكب دائما الجائزه تواكب الاحداث الحداثة بالضبط يعني اذا كان يعني قبل كان في 2001 كانت كانت المواقع هي من يعني من اكثر الأشياء المطروقه على الانترنت وكانت بالفعل هي كانت بدايه المواقع الطفره نعم وتطورت الجائزه في عده مجالات يعني من مجالات طبعا من اللي هي المجالات اللي مطروحه للتنافس متطوع ايضا تطورت تطورت في المجال يعني عفوا الشريحه الجغرافيه يعني كانت مقتصره على الكويت وفي 2007 انطلقت الى الوطن العربي و2011 انطلقت الى العالميه. ما شاء الله اتسعت يعني. اتسعت طبعا في على مراحل تطورها من 2001 لا. ايضا عدد المتطوعين يعني اذا بنشوف فرضا في 2001 كان كانت هناك لجنة منظمة عددها ست اشخاص. الحين المتطوعين يصل اعدادها ما بين يعني فوق ال 200 250 متطوع في جميع انشطه ومجالات الجائزه. طيب إذا تكلمنا عن أهم أهدافها أو الهدف من إنشاء هذه الجائزة، هل كان في لكم سعي بأن ممكن يعني المواقع هذه اللي يعني ممكن تساهم في خدمة موظفين في قطاع حكومي مثلا أو في التربية والتعليم، شنو كان هدفها الأساسي؟ طبعاً الجائزة؟ هدف, هدف الجائزة يعني يتمثل في رؤيتها. آه رؤية الجائزة هي بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور. آه هذه الرؤية تتمثل في أن شلون شلون المجتمع يكون متكامل ومطور في المعلوماتية يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندنا آه جهاز أو هاتف ذكي أو هذا كله متوفرة للجهاز هذه التكنولوجيا تكون متوفرة آه مثل ما تفضلتي في المدارس أو في الجهات الحكومية أو في المؤسسات بس هل هناك الوعي والشخص اللي ممكن أنه يستخدم هذه التقنيات بالطريقة الصحيحة أو لا؟ فكان دور الجائزه صراحه الهدف الاساسي هو تحفيز الافراد والجهات والمؤسسات ويعني جمعيات النفع العام نعم. ومؤسسات المجتمع المدني نعم. الى استخدام التكنولوجيا يعني او التوافق ما بين ما بين التكنولوجيا نعم. الموجوده جميل. واستخدامها من قبل الافراد. نعم. طيب ما هي اليه التحكيم او طريقه تقييمكم مشاريع متقدمه في هذا المجال؟ طبعا احنا في في السنه هذه يعني طبعا تطورت اليه التحكيم من من بدايه الجائزه الى الان، الان تتم على ثلاث مراحل اساسيه، اول مرحله هي تشكيل فرق التقييم. لجنه في هناك لجنه 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 التحكيم تشكل فرق التقييم لان هناك المشاركات يعني السنه هذه تقريبا وصلت المشاركات الى 1077 مشروع معلوماتي تنافست على جائزه يعني الشباب شاء الله كبير وكل يزيد و... يعني و... وفي عندنا م. يعني في العشر مجالات نعم. نعم فاللجنه هذه تشكل فرق تقييم تختص في بعض يعني كل مجال يكون له فريق فريق خاص وطبعا هذه الفرق او يعني تتضمن ناس اكاديميين من 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 الوطن العربي من من نعم. الجامعات المختلفه يعني فرضا عندنا جامعه الكويت <applause> آه معهد الابحاث ويعني التطبيقي يعني ما بي صراحه عدد جهات بس كلها يعني كل الـ كل كل الناس اللي في لجنه التقييم كلها ناس اكاديميه ناس يعني يقول يعني التنافس اصبح صعب جدا يعني مهندس حسن مو اي واحد الحين يضمن الجائزه بالضبط وبعدين يعني ايضا يعني سقف يعني سقف عفوا المشاركه والفوز بالجائزه ارتفع لأن يعني مثل ما تقولين يعني قبل قبل كم سنه على سبيل المثال ناخذ سبيل المثال التليفون التليفون الذكي هذا او او عفوا التليفون اللي كان يختصر على بعث رساله او شيء هذا قبل عشر سنوات رسالة بس هذا اللي كان يعني اللي قبل كان عشر سنوات ممكن يكون فرضا ان هذا والله كان اقوى تليفون في 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 حزته اما الحين لا هذا التليفون يعتبر يعني سبحان آه كل زمن لظروفه خلاص بعد مع واحنا قاعد نتطور مع هذه م. مع هذا التطور نعم. فيعني ممكن المواقع اللي فازت معنا في سنوات سابقه قد يكون في نفس المواقع حاليا قاعد تشارك او بنفس يعني قاعد تستخدم نعم. نفس التكنولوجيا لكن ما تفوز نعم ليش لان الحين يعني سقف المشاركه يرتفع نعم طيب مهندس حسن احنا سمعنا بان تم يعني حجب ايضا الجائزه عن ثلاث مجالات نعم فما هي اسباب هذا الحجب؟ هل انتم لكم معايير مثلا يعني صعب نقول مو اي مثلا يعني موقع انترنت يفوز؟ شو المعايير هذه؟ ليش صعبه لهالدرجه؟ بالضبط صح هي هي مو المعايير الصعبه هي نفس ما قلنا قبل شوي إن آه الحين التكنولوجيا صارت متوفره في يعني متوفره للكل. نعم. و يعني التطبيق لازم يكون صراحة يعني يؤدي غرضة وزيادة مم. على أساس أنه يرقى إلى أنه يفوز في ممكن تعرف في المجالات الجائزة. اللي حجبت الجائزة عنها؟ اللي اللي أذكره في بس في في اللي هو مجال الصحة حجب وفي مجال طبعا الأفراد الأفراد مجال الافراد هو مجال مفتوح. حر يعني مفتوح واحد حر اي واحد م. يقدر يعني يشارك في اي مجال نعم. طبعا احنا ودي بس ودي اوضح ان فرضا على سبيل المثال مجال الافراد حجب لكن هو يعني من المشاركات يعني م. يعني قد يكون هناك بعض المشاريع في الكويت ترقى الى الفوز في احد هذه لكن لم تشارك فاحنا قاعد نتكلم عن المشاريع اللي سجلت وشاركت معنا في الجائزه نعم. الافراد حجب <applause> عندنا الصحي أفضل مشروع صحي حجب وأفضل مشروع ثقافي أيضا حجب <applause> لم نجد صراحة من المشاركات ما يرقى إلى أنه يعني يفوز معنا. طبعا هذه كلها كانت تبع يعني معايير التقييم اللي عندنا والأساتذة اللي كانوا في فرق التقييم لم يرشحون يعني آه يعني ناس ممكن انه يعني تفوز في هذه طيب لو تعطينا فكره بسيطه هل انتم يعني فرضا آه يهمكم طريقه التصميم مثلا آه ام التصميم مع المحتوى نفسه ام انتم دائما تسعون الى التحديث مثلا في المعلومات؟ نعم. شنو اللي يخلي الواحد تقريبا يضمن يعني هالجائزه او انه يرشح نفسه 90% يقول انا راح اشارك وراح يقبلوني؟ احنا نس يعني احنا عندنا مبدا الشفافيه صراحه في في التقييم. ومعايير التقييم موجوده على الموقع، موقعنا اللي هو www.alsabahaward.org نعم. معايير التقييم كلها موجوده بالتفصيل. نعم. في عندنا طبعا معيار للتصميم، في عندنا معيار للبرمجيه المستخدمه، في عندنا نعم. معيار ل اذا كان يعني المحتوى شنو نعم. شنو الموقع هذا او المشروع نعم. يقدم. فكل هذه تدرس ويعني حسب حسب المعيار يعطى يعني نقاط معينه حسب نظام النقاط عندنا نعم. وبالتالي يرشح الى الى الفوز او هذا فهو فهو واضح يعني حق الناس يعني واضح ممكن واحد يش على الموقع ويشوف المعايير اللي راح يقيم أنا عليها و... يعني عارف يعني وشارك نعم نعم طبعا مهندس حسن احنا عرفناه انت يعني ايضا متطوع في هذه اللجنه نعم اللي هي جائزه سمو الشيخ سالم العلم المعلوماتيه ف... سعيك تطوعك في هذا المجال يعني شو اللي جنيت من وراه صراحه بالبدايه صراحه اهم اهم شيء اهم شيء استفدته هو خدمه البلد نعم. يعني في النهايه الجائزه هي جائزه الكويت انت حسيت و... هذا ضروري انه المفروض يكون يعني منتشر في الكويت وموجود نعم نعم هو هو, يعني هي هي الجائزه الحين اصبحت عالميه وباسم احد رموز البلد ويعني تمثل الكويت فهذه صراحة من أهم الفوائد اللي جنيتها أيضا إدارة المشاريع يعني أنا صراحة في استفدت من الجائزة يعني أعطيك على سبيل المثال الحفل الختامي لتكريم الفائزين صار الحين تقريبا سبع سنين يحضره ويرعاه سمو الأمير فلازم يكون يعني حفل يرقى في سموه صحيح. هناك هناك تقريبا خمس او ست فرق لجنه 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 العلاقات العامه الفريق الفني فريق نعم. المعرض فريق المسرح شلون الواحد ينسق ما بين يعني فرضا التلفزيون راح المخرجين وكذا الإضاءة تتعاون الإضاءة, تتعاون الإضاءة تتعاون. الصوت يعني الفنيات مم. هذه كلها هي الفكره مو انك تكسب الفنيات يعني شلون اداره عفوا يعني فنيات المسرح نفسها كاضاءه وصوت لا لكن هي الفكره ان اداره مشروع هذا يعتبر كانه كانه مشروع نعم ففن الاداره فن اداره المشاريع هذه صراحه من الاشياء اللي استفدتها نعم. العلاقات العلميه دائما نقعد مع ناس اكاديميين نعم. لمناقشه بعض الامور نعم. ايضا العلاقات الاجتماعيه يعني اشياء كثيره صراحه الواحد يستفيد منها. طيب لو نتكلم عن انجازات هذه الجائزه وشون اختلفت عن الاعوام السابقه مهندس حسن؟ أه من اهم صراحه إنجازات هذه السنه عندنا شفت الكويت. أه هذه مسابقه سويناها مسابقه يعني هي تعتبر يعني هي المسابقه الاساسيه هي الجائزه الجائزه المعلوماتيه. م. م. هذه مسابقه للسنه أه الثالثه شفت الكويت هي تستخدم يعني التكنولوجيا الجديده اللي هي التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع ويكون فيها تفاعل نعم. يعني شفت شفت 1 شفت الكويت واحد واثنين استخدمنا التويتر فكنا نطرح اسئله على تويتر و ونستخدم نستقبل الاجابات وبعدين يكون هناك يعني فلتره للمشاركين والاجابات الصحيحه وكنا نسحب على الهواء تلفزيون الكويت الفائزين. هالسنه اختلفت شوي لان احنا مثل ما قلت لك احنا دائما يعني نمشي مع تواكب التكنولوجيا وتطورها فبالتالي هالسنه اختلف احنا دزينا لينك حق عبر طبعا لتويتر او الفيسبوك او التواصل الاجتماعي هذه ان الواحد ينزل تطبيق على جهازه الذكي ومن خلال التطبيق هذا يدخل على التطبيق يجاوب على اسئله ويسجل اسمه يكون يعني تسجيل <applause> فلقينا تفاعل كبير صراحة حلو. يعني تقريبا 18 ألف واحد آه يعني نزل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية يعني تفاعل كبير, كبير. من الناس و 4000 تقريبا هم اللي أجابوا إجابات صحيحة وتم السحب على الجوائز ل 30 فائز وكل فائز تقريبا كانت الجائزة 1000 دولار إذا نقول يعني في أمل إن شاء الله شباب الكويت يطلعون تحدي مع الهاكرز اللي يسمونهم العالميين <applause> اللي يقولون ما حد يقدر عليهم شبابنا قادرين ما شاء الله بما ان عندهم ما شاء الله يعني هذا يعني التطور التكنولوجي ومتابعتهم نعم. دائما مستمره طيب يعني مهندس حسن خلينا نتكلم عن عدد المشاريع ايضا المنافسه العدد تقريبا ايش كثر وصل معاكم العدد للفوز بهذه الجائزه نعم العدد المشاركين كان تقريبا 1077 مشروع يعني كلهم تنافسوا من يعني من الكويت والوطن العربي كانت المشاركات طبعا موزعه على الكويت والوطن العربي بشكل تقريبا تقريبا متساوي يعني المشاريع كانت معظمها للمواقع فالمشاريع طبعا مشاريع الهواتف الذكيه كانت قليله نعم. احنا توقعنا صراحه أن يكون مشاركات لهذه المشاريع اكثر لكن للاسف كان يعني مشاركات اقل بالنسبه لي يعني هذه المجالات وايضا اللي صراحه اللي اللي لاحظناها السنه انه تم حجب نسمة تفضلت قبل شوي تم حجب ثلاث ثلاث مجالات يعني اللي عدم يعني رقي هذه المشاركات للفوز بالجائزه طبعا حسب معاييرنا يعني احنا ما احنا ما ننقص من المشاركات ابدا يعني بالعكس احنا نشجع كل المشاركات لكن إحنا صراحة عشان صراحه الناس ان يعطون الافضل للافضل يعني. بالضبط احنا نعم. احنا احنا لما نقول لا يرقى مو قصدنا يعني صراحه نعم. انه هو يعني سيء او هذا بالعكس احنا نرشح احنا يعني ان نشجع إن إن الجميع ان يستخدم التكنولوجيا في الطريقه انتم قاعد تشجعون التكولوجيا. على الاداء الاحسن انا اتصور يعني بالضبط هو نعم. وبعدين كله على حسب المعايير فيعني يعني نعم. هذه كان صراحه عدد عدد كبير من المشاركات نعم. اللي لاحظنا انه يعني كانت معظمها على الويب سايت او المواقع ولكن نامل ان شاء الله في السنوات القادمه يكون مشاركات يعني في مشاريع اكثر مشاريع معلوماتيه يعني ان شاء الله ان شاء الله نعم طبعا مهندس حسن ولهذا الحوار استكمال ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا مشاهدينا رجعنا معكم مشاهدينا وطبعا ما ننسى بان نشكر طبعا شركه طوسي الحلويات والمعجنات لهذه الضيافه الجميله لسلام يا كويت بشكل اسبوعي شكرا جزيلا لكم ونرجع طبعا للحوار حول موضوع جائزه سمو الشيخ سالم العلم المعلوماتيه مهندس حسن حابين نعرف يعني قراءتك بالنسبه للمشاريع المقدمه في الكويت هل انت شايفها يعني ترتقي الى ما احنا نشوفه في الغرب دائما يقولون دائما متقدمين علينا و يعني تقريبا الكويت قاعده تحاول تلحق ولكن ايضا يوجد الجديد لديهم فهل نقول مشاريعنا الحمد لله قاعده تتطور ومواكبه لهذا التطور في الغرب؟ نعم. هو طبعا في البدايه اذا بن اذا بنقيس لازم نعرف شنو على اي اساس نقيس المشاريع ما بين الكويت م. المشاريع الموجوده في الكويت المشاريع في ال... في الدول الغربيه نعم. يعني اذا اذا بنشوف نوع البرمجيه المستخدمه في, ال... في البرامج اللي تسوونها يعني شبابنا هنا في الكويت ونوع البرمجية اللي هناك هي نفس الشيء هي نفس نوع البرمجية نفس نوع الهواتف الذكية هي نفسها لكن اللي يختلف آه هو التنافس الصراحة هني في الكويت يعني لأن ما في ناس وايد تسوي هذه التطبيقات آه يمكن يكون يكون أدائها شوي أقل من الدول الغربية الدول الغربية لأن في هناك الكثير من الناس اللي ممكن تقدم هذه التطبيقات بشكل كبير فبالتالي آه يعني تشوفين انه ما في ما في تطبيق ينجح الا اذا كان بالفعل يعني يؤدي غرضه وزياده ويكون يعني متميز عن غيره لان في هناك الكثير كثير من التطبيقات اللي تطرح هناك يعني في 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 مجتمعهم سواء كانوا سواء كانت التطبيقات هذه للعامه او كانت لي فرضا جهه حكوميه عندهم او 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 جهه فرضا يعني تجاريه او او شركه او من ما اذا يعني من من الاشياء هذه. ف هذا اتوقع ان هذا يكون الـ يعني يعني الفاصل ما بين ما بين التطبيقات اللي تقدم في الكويت والتطبيقات اللي تقدم هناك اللي هناك يعني لها آه لها تنافس كبير صراحه يعني ما زلت اشوف مهندس حسن انه في ما ينقص يعني مثلا في المجال المعلوماتي فيما ينقص مثلا الوطن العربي او في الكويت تحديدا ما زلنا محتاجين حق يعني خلينا نقول متابعه اكثر او تعليم اكثر في هذا المجال طبعا هو الـ الـ انا اشوف اللي في الوطن العربي والكويت بشكل خاص يعني <applause> آه اللي ينقصنا المحتوى يعني المحتوى العربي في التطبيقات سواء كان او في او في المواقع يعني قليل لا زال قليل نعم. يعني عاده حين يعني في طبعا مقارنه هذا في الدول في المواقع العالميه مم. يعني المحتوى العربي لا زال لا زال قليل الشيء الاخر اللي ممكن نتكلم عنه لينقصنا هو التشريع يعني الحين طبعا من اساسيات من ركائز الجائزه هي حتميه التكنولوجيا ونقصد مم. بحتميه التكنولوجيا ان التكنولوجيا موجوده وقاعد نستخدمها يعني شئنا ام ابينا نعم صحيح فبالتالي يجب هناك يعني وهذه وجايه معانا يعني في الدرب. في الدرب. يجب ان يكون هناك تشريع ل لهذه التكنولوجيا. نعم. يعني فرضا على سبيل المثال التواصل الاجتماعي. يعني يكون هناك قوانين تحد يعني تحد من الاستخدام السيء لها. عندنا قضايا الامن، الامن المعلوماتي. يعني يجب ان هناك ايضا يكون تشريع اذا واحد فرضا اذا حط الحين فلوسه في البنك هل هل هو الحين امن نفس قبل ولا ولا غير لان الحين موضوع الهاكرز احنا قاعد نسمع الحين وقاعد يعني هذا الموضوع صراحه يعني مطروق الان في في مجال المعلوماتيه بشكل كبير ووايد شركات صراحه الحين خايفه من موضوع الهاكرز طبعا عقب آه، عقب الانسيدنت اللي صارت في آه آه في ارامكو في السعوديه وقطر غاز وغيرها من الشركات اللي يعني صراحه استهدفت والحين قاعد يصير الهكرز على مستوى دول ايضا يعني احنا سمعنا في سمعنا في آه الاخبار اخر مره ان في بعض المواقع يعني لدول لدوله كامله يعني استهدفت وتم اختراقها يعني طيب مقابل هذا الامر يعني ما في مهندس حسن انه ناس متخصصين تمنع هذا مثلا التطاول او مثلا التدخل في اسرار الدوله او مثل ما ذكرت في يعني مثلا الحسابات الخاصه للناس في البنوك ما في ناس متخصصين في هذا المجال يمنعون يعني مثل هذا التعدي. طبعا هو في ناس متخصصين آه بس ما يقدرون يمنعون يعني هو يجب ان يعني يفهم شيء واحد انه انه يوجد نظام يعني امن 100% هذا شيء غير صحيح مو موجود نعم مو موجود نهائيا يعني ما في ما في نظام امن 100% الا اذا كان نظام الامن 100% في في فرضا على سبيل المثال اذا يقول نقول نامن على فلوسنا يعني ان واحد يحط فلوسه عنده ويقعد ما ي يعني ما ينام ولا يقعد ولا هذا ويحطه بتجوري فرضا او شيء شيء من هالنوع لكن نظام امن 100% ما في ولكن شنو اللي ممكن نسويه اللي ممكن نسوي هو يعني تقليل اخطار الاختراقات هذه قدر الامكان. يعني تقليلها قدر الامكان. كيف يتم هذا الوضع يعني مهندس حسن؟ اذا بناخذ على سبيل المثال على سبيل المثال خلينا ناخذ البنك. البنك قبل شنو كان لما تدشين على الاونلاين او عن طريق الموقع؟ كان بس مجرد اسم المستخدم ورقم السري يعني نعم. سري يعني اسم المستخدم والسري أو رقم الحساب نعم. والكلمة السرية مم. الحين لا الحين غيروها شوي خلوها أول شيء أول شيء يسألش سؤال مم. حتى يكون لا يكشف رقم يكون الحساب أمام هاكر مثلا بالضبط فأول مم. شيء يسألش سؤال مم. يكون سأل شيئا من قبل مم. يعني فرضا آه وين آه وين آه يعني درستي فرضا مم. أوكي فأنت تقولين أنه والله أنا درست في فرضا استراليا. لكن المشكلة أيضا مهندس حسن يعني في سؤال ثاني إذا إذا أنت ناسي السؤال مثلا رد افتح مرة ثانية يفتح الموقع وممكن يدش على حساب أي واحد مثلا. آخر. بس هذه كل الأسئلة أنت جاوبتيها من قبل. نعم. فهذه الأسئلة الثلاثة الحين الـ نعم. الـ يعني التكنولوجيا الجديدة اللي تستخدمها البنوك نعم. آه الأسئلة الثلاثة أول شيء أن أنت تبي تعرفين أن هذا الموقع اللي داشته هو بالفعل البنك مو واحد هكر حاط لك حاط لك يعني حاط لك موقع نعم. حاط لك موقع يعني مشابه للبنك ال فليش على اساس انه انت هو يسالك سؤال الحين انت تدرين انه هو البنك عنده السؤال هذا طيب فهذا هذا هذا ال 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 يعني التدقيق الاول م. التدقيق الثاني اللي هو انه يعطيك مثل صوره نعم. تكوني انت آه معلقه عليها ويقولك هذا هل هذه الصوره تطابق التعليق اللي انت معلق عليك من قبل ويحطك لك التعليق الواحد انه يكتب يسجل بنوته عشان لا ينسى بعد <applause> هذي هذي اي بس مو هذه 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 ضريبه أي ضريبه أي الامن يعني صراحه هذه ضريبه الامن المعلوماتي الحيطه والحذر نعم نعم باعتقادك يعني مهندس حسن هل يعني ابنائنا الان الجيل الحالي بحاجه حق مثلا نقول يعني تطوير في مناهج معلوماتيه ولا نقول كاف يعتمدون على نفسهم على الاجهزه الذكيه قاعد يستخدمونها لا لا شك يعني لازم يجب هناك يجب ان يكون هناك يعني توجيه يجب ان يكون هناك توجيه لهذا النش لان صراحه الحين الناس النش هم اللي قاعد يعرفون يعني بالتكنولوجيا اكثر منا احنا نعم يعني اكثر من الناس حتى اكثر من الناس اللي درسوا حتى التكنولوجيا هذه ممكن يجي واحد يعني يعلمك ايضا حسينا هذا في المؤسسات في مؤسسات في مؤسسات طبعا يعني في المؤسسات قد يكون هناك اداره مختصه في الكمبيوتر وقسم الكمبيوتر او يسمونهم تقنيه المعلومات نعم. ويكونوا الادارات الثانيه فرضا اللي هو شؤون الموظفين او غيرها. فقبل يعني كانت التكنولوجيا تقتصر او تي من الاداره هذه فقط. نعم الحين الادارات الثانيه تي تقول لك انا فرضا ابي برنامج يعني يحدد بالضبط يقول انا ابي برنامج ذكي يشتغل على هذا النظام ويشتغل على هذا النظام. ويبعث لي فرضا ايميل ويبعث لي كذا ويبعث لي كذا في 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 الوقت هذا في الوقت الفلاني واذا صار هذا الحدث فصار في وعي صراحه يعني الناس كلها عندها وعي في التكنولوجيا وكيف استخدامها. فلا شك ان المناهج يعني لازم لازم يكون هناك توجيه للنش يعني في استخدام هذه التكنولوجيا وتشجيعهم. لان هناك قد يكون عندنا احنا نوابغ في في هذا المجال ولكن صحيح. ما ندري عنهم يعني. واحد يكتشفهم او انه يدعمهم يعني. بالضبط هذي يقوم هذي بتدريبهم. نعم. طيب بالنسبه حق الجائزه مهندس حسن هل لاحظتوا انه في اعمار مختلفه قاعده تتقدم لكم ولا انتم قاعدين يعني تشرطون بان من عمر كذا الى كذا هذا فقط اللي يشارك لان انا اتوقع ما شاء الله يعني ممكن ابناء هذا الجيل. ممكن واحد سن المراهقه يكون نابغه مثل ما انت ذكرت، فهل تسمحوا له بالمشاركه؟ ممكن يتقدم الجائزه هذه؟ لا في في عندنا الافراد في الافراد في من من 18 وفوق يعني احنا احنا حددنا السن لأن صراحه يعني قلنا ان نبي يكون يعني الشخص يكون عارف شنو قاعد يسوي وهذا يعني درسناها يعني قبل يعني قبل كانت بالعكس قبل كانت من في السنوات الاولى كانت من 16 كانت من من ستة من 6 من 10 عفوا من 10 الى 16 يعني او او ما اذكر والله بالضبط صراحه التفصيل لكن كان هناك ثلاث ثلاث فئات عمريه نعم اوكي منفصله يعني يتم تقييمها بالمشاركات نعم لكن هذه المرحله احنا عديناها يعني انتقلنا من مراحل يعني كنا احنا كنا نركز على الشباب في في السنوات الاولى احنا عدينا مرحله الشباب وانتقلنا الى مرحله يعني الافراد الفئات العمريه الكبيره بالاضافه الى يعني طبعا الجهات الحكوميه والجهات الخاصه والقطاع الخاص ومؤسسات نعم. طيب شنو ممكن اللي يعني يكون في بالكم انتم يعني كشروط للجائزه من انواع برمجيات اللي تفضلون تكون موجوده في الموقع؟ نعم احنا طبعا يعني بعد قراءتنا صراحه لمشاركات هذه السنه <applause> آه كان هناك يعني اقتراحات ايضا لتعديل آه بعض المجالات ان شاء الله في السنه في السنه القادمه آه تعديل المجالات تعديل بعض المعايير التقييم <applause> آه تعديل نسمة آه ما تفضلت يمكن الـ الـ يعني رح نطلب يمكن مشاريع معينه ببرمجيات معينه على <applause> اساس آه ندفع طبعا اجهزه التكنولوجيا في في الموضوع هذا <applause> هل في عندك رساله حاب توجهها يعني مهندس حسن لمن يعني حاب انه يشارك او خلينا نقول من البدايه اذا انتم حابين ان بالفعل تستقطبون مشاركات تكون متميزه فاذا بالتاكيد تبون يعني ما قبل تلك المشاركات المفروض ان في جهات قاعده تدرب او تدعم هذه المشاركات من قبل ما توصل لكم هل في جهه معينه انت حاب توجه لهم رساله بان يعني يساهمون بان بالفعل الكويت توصل إلى مجال نقول فعلاً متطور في مجال معلوماتية. والله صراحة يعني إحنا كجائزة إحنا دورنا إن نشجع الكل إنه إنه يروح ويعني يتعلم في أي مكان لكن جهة معينة يعني ما في جهات معينة ولكن إحنا يعني نشجع إنه يروحون يعني يشوفون البرمجيات العالمية المعتمدة. البرمجيات العالميه المعتمدة يتعلمونها طبعا في هناك العديد من المعاهد في الكويت اللي ممكن توفر يعني هذه البرمجيات للتعليم والاساس ان يتعلمونها ويبدعون فيها يعني لكن مهندس حسن ما تتوقع بان يعني لما يكون في عده جهات يعني تشارك في لجنه التحكيم هل بالفعل يكون في نوع من العدل يعني ممكن احنا نشوف جائزه ممكن يستحقها هذا الانسان او هذا الشخص تقدم ب عمل متميز ولكن للاسف ممكن انه يعني واحد يختلف معاكم بالراي ويقول لا ما ارتقى الى المستوى ف يعني كيف يتم الاتفاق فيما بينكم ونقول ان يعني ما صار في ظلم في لجنه التحكيم يعني هو يعني احنا معتمدين الصراحه اليه آه مثل ما مثل ما في البدايه يعني كل مجال فيه له فريق معين والفريق هذا احنا نشوف السريه ترى في في الفريق يعني اعضاء الفريق ترى ما يعرفون بعض والتواصل بين بين الفريق هذا راح يكون عن طريق نظام التقييم في موقع الجائزه وكلهم يمشون على على نظام النقاط هذه فبالتالي هو يقيم بما يراه هو داتا يعني ما يدري عن ما يدري عن زميله في الفريق حتى في نفس الفريق يعني ما يدري عنه شنو شنو اسم مو مبين يعني صاحب الموقع هذا اسم صاحب الموقع, اسم صاحب الموقع يبين طبعا اسم واضح نعم اسم مو صاحب الموقع لكن الموقع نفسه الموقع واضح نعم الاسم الاسم محجوب لكن الموقع واضح بس ممكن احيانا الواحد يحط اسمه في الموقع فبالتالي يعني صحيح. ما يعني ما هو ما هو سر يعني المشارك يعني ولكن تقييمه لا يرى زميله. نعم. يعني كل واحد يقيم بروحه وبالتالي يعني النظام نفسه النظام الالكتروني في على موقع الجائزه يبرمج هذه كل التقييم هذا بالمعايير نفسها بالنقاط ويرشح شخص معين. فبالتالي يعني مثل ما قلت احنا عندنا تقريبا يعني فرقه تقييم تقريبا 80 شخص. نعم. يعني موزعة على الوطن العربي كله فصعب أن يكون هناك يعني اتفاق بين يعني واحد لمحاباة شخص آخر يعني هذا نعم. يعني شوي صعبة تكون لأن نقول منافسة راح تكون جدا صعبة والله يعينهم يعني <applause> المشاركين نعم يعطيكم العافية نعم إن شاء الله موفقين في هذه المهمة شكرا للمهندس حسن كل الشكر مشاهدينا طبعا باسمكم للمهندس حسن الحمادي عضو اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلم المعلوماتية نقول لكم شاكرين لكم متابعتكم للقاءنا في سلام يا كويت والى اللقاء